صباح الخير يما، علاش قيتي روحك بهذا الشيء كامل؟ الميكروبات ينتشروا في كل مكان، انا بها جبت معايا ما جبل. اي ما اك جبل ما كانش احسن للتطهير. اك الجبل يقضي 100% على الميكروبات والجراثيم. اكل في دارك في طبعتها الثانيه، 4 أسئلة 4 هدايا، منتوجات اكل للتنظيف لمده 3 شهور، اون تابلات شباب بزاف، اون ماشين لافي، والجائزه الكبرى طقم من ذهب يعني اون باريغونو. يدرى العائله تاع اليوم وراهي قادره تلحق. مرحبا بكم معنا في حصتنا وحصتكم اكل في دارك. مشاهدينا مرحبا بكم في حصتكم جاوب تربح اكل في دارك. كما راكم تشوفوا اليوم رانا دايخين، رانا داخلين لولايه الطارف، جينا عند بعض العائلات اللي بعثوا لنا باغ ايميل، جينا نزوروهم حنا واكل. ما تنساوش باللي اللي يهمنا هو نتوما. منا باي. اليوم جينا لولايه الطارف، بالضبط جينا البلدية شيحاني عند عائلة بومعزة اللي نورمالمون راهم يستناو فينا كيما العادة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نكونوا فرحناهم ونفرحوهم حنا وآكل. مرحبا. مرحبا بك. سيد بومعزة. نعم. رشيد. نعم. أنا بشرى. مرحبا بك. يعيشك يطول عمرك. حنا أنا وآكل جينا اليوم باش نديروا لكم باش نديرو عندكم الحصة تاعنا. هاي تفضلي. مرحبا. نسيت تفضلك. سيد بومعزة رشيد واش راك؟ لاباس عايش. الحمد لله يعطيك الصحة كي استقبلتنا عندك. مرحبا بكم. ربي يسلمك. حنا أول مرة نجيو لولاية الطارف. مرحبا بكم. وجينا خصوصي على جال عائلة بومعزة اليوم. ربي عايش. ربي يطول عمرك. الله يسلمك. ربي يسلمك. انت اللي بعت لنا باغ انترنت. نعم. الله يبارك. وانا جينا لكم. مرحبا بك. يعيشك سيد بومعزة. شفت ليميسيون تاعنا؟ شفتها. ايه. داكور. دونك على بالك باللي السؤال الاول، واش تخدم سيد بومعزة؟ انا نخدم مقاول. مقاول. الله يبارك. ربي يعاونك. عندك زوج دراري. اي نعم. ربي يشدهم لك ان شاء الله. عايش. ان شاء الله. على بالك باللي عيط شويه كي تكون تهضر. السؤال ديالنا، السؤال الاول، إذا جاوبت الجواب صحيح تضمن 3 شهور مواد تنظيف من طرف أكل. تعرفوا أكل؟ وي بيان سور. يلحق لكم بيان هنا للطرف. يلحق بيان. بيان. مام لي برودوي جدد. ما فيش ريا أنا لي برودوي جدد. لي برودوي جدد تاعهم يامي يلحقوا. الحمد لله. ألوغ إذا جاوبت الجواب صحيح على السؤال الأول تربح معنا 3 مواد دو برودوي ديتيرجون أكل. السؤال الثاني اللي جاوبوا عليه صحيح يربحوا معنا أون تابليت. السؤال الثالث ماشينا لافي. ويا عندكم 3 اسئله صحاح تقدروا تجوزوا معنا في اللغز اللي فيه الى جاوبتوا الجواب صحيح تربحوا معنا لا باغيغونور ان شاء الله يا ربي. نبداو بك سؤال الاول السيد رشيد، الى تقدر تقول لي وشنو هو الفن التاسع؟ الفن التاسع جاب لي ربي احنا السابع على بالنا بلي المسرح. السابع والمسرح. الثامن او سينما وتلفزيون. التاسع جاب لي ربي الرسوم المتحركه هذاك اللي يجي في الليلي برادي. داكوغ. راك سيغ؟ جاب لي ربي هذيكم. داكوغ. ستادير لا بوند ديسيني. لا بوند ديسيني هذيك اللي تجي في الكتاب. هي التاسع. نروحو نشوفو سؤال ثاني ونعاودو نولو باش نقولو لك إلا جاوبك صحيح ولا لا. إن شاء الله صح. نروحو نشوفو سؤال ثاني.
رانا دوك مع أنيسة باش نقولوا لها نبوزيو عليها سؤال ثاني. واش راكي أنيسة؟ صافا دني شويه الميكرو. صافا صافا الحمد لله. نتوما لاباس؟ لاباس ولا غير الحمد لله. الوغ أنيسة خدت مدام بومعزة داكور، تما أنيسة نسيبت مسيو رشيد. وي نسكن هنا في طرف أنيسة. أنا نسكن هنا في شي حاني بعد هنا ثاني قريبة. داكور الله يبارك الله يبارك. الحمد لله كي جينا ولقيناك هنا. مرحبا بك. أنا تعرفنا عليك ما عليك خير إن شاء الله. يعيشك. الوغ أنيسة نوري لك واحد التصويرة. قولي لي شكون هذا؟ ياسمينة خضراء نو الكاتب. ياسمينة خضراء وقريت كتاب و سوا لو جوغ دوات لا نوي. سو كو لو جوغ دوات لا نوي. داكوغ ياسمينة خضراء تعرفي اسمو تاع صح اسمو الحقيقي؟ محمد محمد مو مول سهول. نو محمد مول سهول. انا ما نقدرش نقول لك درك الى الجواب صحيح ولا لا. دونك هذا سي ياسمينة خضراء. سي بين ياسمينة خضراء اسم الحقيقي ديالو قلتي محمد مول سهول. مول سهول راكي سيغ؟ سيغ ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ندوزو نشوفو سؤال ثاني نعاودو نولو لانيسه باش نشوفو اسكو صح. الكاتب الروائي ياسمينة خضراء اسمه الحقيقي محمد مول سهول ولا لا؟ لا نعاود نفكرك أنيسة، إلا جاوبك كان صحيح تربحي معنا اون تابلات مهدة من طرف أجل. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. جوزو نشوفو السؤال الثاني. واش راكي مدام؟ لاباس. مرحبا بكم. ربي يعيشك يعطيك الصحة كي استقبلتينا في دارك. بلا مزية مرحبا بكم في أي وقت. ربي يسلمك يطول عمرك. مدام دني شوية الميكرو باش نسمعك مليح. معليش معليش. وصلنا للسؤال الثالث مدام. ألوغ كيما على بالك لوروب الغوغروب واحد قريب واحد 25 بي اللي تابعين لوروب. قبل 2003 لا يوغوسلافي شحال من بلاد كانت روغروبي؟ مور 2003 متقسمو نص قعد في لازي ونص راح شويه لوروب. مي قبل 2003 لا يوغوسلافي شحال من بلاد كانت روغروبي؟ شحال من بلاد كان فيها يوغوسلافيا؟ بلاك 20 لازم تقولي لي جواب. هما شويه ولا ايه؟ بالك 20. بالك 20. بالك 20 ان شاء الله يكونوا 20. ان شاء الله. ان شاء الله مدام الا كان جوابك صحيح تربحي معنا اون ماشينا لافي ان شاء الله. وطبعا الا كانوا ثلاث اجوبه صحاح تخيروا نتوما لا حبيتوا تجوزوا معنا للغز باش بالك تربحوا فيه لا باغيونا. داكور داكور ان شاء الله يا ربي. نروحوا دركا للصالون او يستنى فينا المسيو تاعك واختك باش نشوفوا شحال من جواب جاوبته صحيح ونشوفوا عائلتكم معزه واش ربحوا معنا. ميرسي. مشاهدينا رانا قاعدين دركا مع عائله بومعزه باش نشوفوا الاجوبه تاعهم الا كانت صحيحه ولا لا واش راهم رايحين يربحوا معنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. سيد رشيد سؤالنا كان ما هو الفن التاسع؟ قلت لنا لا بون ديسيني. لا بون ديسيني اللي هي بالعربيه ترجمه تاعها رسوم متحركه. بصح سي بوكو بلوس لا بون ديسيني اللي في الكتابات اللي رسموا دي فوا يديروا هذوك لي بول فيهم كتيبه ايتو. والجواب كان صحيح. اي فرحة مرتك. هاك ضمنت 3 موا دو برودوي ديتيرجون اغل. بصحتك بلا مزية يعيشك. جوزو ليك انيسة. ورينا لك لافوتو تاع ياسمينة خضراء الكاتب الروائي. قلنا لك اسمه الحقيقي محمد مول سهول. محمد مول سهول والجواب كان صحيح. عصرتي مخك ولقيتيه متعب بك. ومن اهم الروايات اللي دارهم ولا الوسمو نتاع كي قريتي سكو لو جور دوات لا نوي اللي داروه ثاني اون فيلم كوميسير لوب ثاني. وبصحتك كي ربحتي لا تابلت. بيان مدام ان شاء الله لا كان جوابك صحيح ان شاء الله تربحي ماشينه لافي ان شاء الله وتجوزوا للغز. داكور. وانا قلت لك لا يوغوسلافي قبل 2003 شحال من بيي كانت شحال من بيي كانت دمر صديق شحال من بيي كانت مرغروبيا؟ انا قلت لك 20. قلتي لي 20. 20 بزاف.
كان داماس ست دول اللي هما البوسنة والهرسك كرواتيا سلوفينيا لا ماسيدوان سربيا مونتينيغرو. معليش حاتشي معليش معرفت خير ان شاء الله. عايشك مرحبا بكم عائلة بومازاك. ربحتوا معنا لي برودوي ديتيرجون اكل زائد لا تابلت. ميرسي. ان شاء الله نكونوا فرحناكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه كي استقبلتونا عندكم. مرحبا بك في اي وقت. وسلمنا كامل الناس طرف اللي رحنا عندهم واللي مازال ما رحناش عندهم. عايشك ان شاء الله يا ربي. مرحبا بك. يعيشك. عايشك. مشاهدينا استنوني في العدد الجاي ان شاء الله. هذه لا تابلت صح نسيت باش ندها لهم. تفضلوا. مشاهدينا استنوني في العدد الجاي. ما تنساوش نتوما ثاني تبعثوا لنا عبر الايميل المعلومات الخاصه ديالكم زائد رقم الهاتف باش نعيطوا لكم ونجوا عندكم وين ما تكونوا ان شاء الله. ان شاء الله نقدروا نوصلوا لكامل الولايات. ما تنساوش بلي راهم 48 ولايه. الله يبارك ويزيد. استنوني في العدد الجاي. ما تنساوش ثاني بلي حنا واكل اللي يهمنا هو نتوما. بقاو على خير. هذا البرنامج قدم لكم برعاية آجل.